حائز على كاس الكاراتيه المركز الاول، والاستاذة اكرام حقيقة اصرت على تكريمه هنا من مكتبة مصر العامة في دوكي هنا في شارع جمال حمدان، وعمل له مفاجآت. هو الحقيقة ما يعرفش عن هذا التكريم، فده هتبقى مفاجأة بالنسبة له. وطبعا المفاجأة الحلوة الاكبر ان هو مشرفنا ومنورنا النهاردة. محمد معاك الاستاذة اكرام على يمينك، وهتقول لحضرتك. طبعا مشرحك جدا جدا ومبارك دكتور بسام بلغني يعني كده حب بطل الكاراتيه. فالحقيقه يعني ما سريعه قلت له لا لازم يتكرم في مكتبه مصر العامه، وحبيش كده شهاده بسيطه كده باسم المكتبه لحضرتك. اتفضل. ماشي لحضرتك. وكمان في كارنيه عضويه لمده عام وهيتجدد ان شاء الله كده من خلال تشترك في المكتبه وتقدم وتستعيد الكتب الموجوده في المكتبه، وكل خدمات المكتبه ده راح تحصل عليها بموجب الكارنيه دوت. اتفضل. ادي الكارنيه اهو. الف مبروك. طبعا اسمي واسم مدير المكتبه. طبعا برحب بحضرتك جدا، شرفتنا في المكتبه، ويا ريت بقى هتبقى عضو في المكتبه في شقه الحجه، هتجيلنا كده على طول كده على طول بينا على 18 فرع. يعني خلال الكارنيه ده تقدر تخش 18 فرع من فروع مكتبه مصر العامه موجودين عندنا في الوادي الجديد، عندنا في الغردقه، عندنا في الاقصر، في بورسعيد، في اسماعيليه، في اقرب حاجه ليك مصر مكتبه. عندنا في كل المكتبات تقدر تخش وتستعيد بقى كل حاجه موجوده في الكارنيه ده. هو حضراتكم بتشرفونا من قليوب مش كده؟ قريبه جدا من الناس اللي هنا. محمد بطلنا العظيم يا استاذ اكرام، وانا بشكرك شكرا جزيلا. ولو انتم عايزين تعرفوه ان الحاجات والاوراق اللي كانت لازمه انها تخلص الكارنيه التطوعي اللي معمول ده كان من دقائق. يعني الكارنيه ده معمول من دقائق. يعني فانا بشكر بجد المكتبه انها تملي سباقا ده. كابتن محمد بطلنا العظيم في عجاله الناس اللي